ده شيء طبيعي لان بيبقى عليه رقابة كبيرة جدا، وبيبقى المدرب الخصم بتاعك بيبقى عامل عليه مثلا زون شوية، بيبقى قافل عليه الملعب، مميل المدافعين ناحيته اتجاه اقوى اكتر، يعني بيبقى الجزء الحرية بتاعته. بس هو ده خد بالك ده كويس، لان هو بيدي حرية للعيبة التانية زي مثلا مرموش مثلا رمضان صبحي لما ينزل، واخد بالك بيعمل لك حرية جوه نص الملعب يعني.